طيب مشاهدينا الاوفياء، مشاهدينا قناه مغارب نيوز، قبض على للصيد للصيد اللي كيستعملوا الرجناليه هي هذه اللي كتلاحظوا معنا. الدراجة ديال العمالة كنا كنا غنوقفو كنا كنا غنوقفو كما كانوا الدراجين جوج عناصر خطيرين. فين هو الضحية؟ الضحية تحية فينا كان كما لاحظتم معنا تم الان القبض على للصيد، هما هادو اللي كتلاحظوا معنا الان هادو حتى الشكل ديال هاد الناس هادو حتى الشكل ديال هاد الناس هادو ما كيظهرش عليهم الولاء ولا انا مخصوص. لاحظوا هما هادو الان اللي في السيارة الان داخل يعني كيستعملوا هاد الخداج. ايوا دابا هما شادينهم البوليس وانا غنمشي للعمل. كيفاش تعرفت على الموتور ديالك؟ ما تعرفش على الموتور، لقينا الكارت كريز، لقينا الكارت كريز زايدين عندهم في الجيوب ديالهم، ولقينا المبلغ شي 6000 ولا 7000 درهم اللي لقينا عندهم في ديالهم. واضطروا هما باش بحال قلتي بحال اللي بغاو يمنعوا من عند الدراري وداك الشيء، ولكن في حاله الدراري كلهم كانوا واقفين متجندين، الدراري كلهم خدامين، كلهم كانوا متجندين وكلهم جاو. سمعتي هاد العناصر العناصر اللي كاينين في عمليه عين السبع الحي محمدي في سرقه الدراجات. واش ديما ديما كيحضروا هنا؟ ديما تيحضروا هنا. حنا كنجمعي حنا كنجمعي بلي انا زين مرسى ماروك. حنا اسمعني حنا كنجمعي حنا كنجمعي فضاء بن بدر كنا مراقبين الدراري هادو، كنا حنا متجندين لهم الدراري العناصر كلهم ديال جمعيه بن بدر وجينا الدراري ديال الميناء ديال مرسى ماروك، حيت هاد الناس هادو تيلبسوا الشيليات ديال مرسى ماروك تيوسخوا بالاسم ديال الشركه والدراري العناصر. دابا ولاو الدراري خدامين في الشركه ديال مرسى ماروك تيدوزوا تيولوا تيبانوا بحال شي سراقه، هما كلهم الدراري خدامين ساكن على وليداتهم بحال هذا الراجل المسكين دابا اللي داو ليه دراجه، اش عنده مسكين هو مربح اللي غيخلص الشركه ولا وشاري من فلوسه تيدي فلوسه ويجي يديو ليه مسكين هو موتور اش عنده؟ اش عنده؟ ماشي شي واحد صغير عقلهم شويه عقلهم ولا ماشي عقلهم سراقه شي فار يدخل الحبس. واش كاين حالة سرقة؟ حالة سرقة كاينة كثيرة هنايا عندنا بن بدر كاينة بزاف، ورجال الأمن تنشكرهم بزاف ديال عمالة عين سبع الحي محمدي والدائرة ديال 31 بأنهم تيتجندوا معنا وقت ما هزينا التليفون تنعيطوا لهم تيكونوا معنا على القرط كما تنقولوا. وشكرا خوتي الله يرحمك الوالدين تنتوما. السرقة واش كاينة ديما بزاف؟ ديما السرقة ديال الدراجات كاينة ديما والنشر وكاينين واحد آخرين تينشلوا الشيليات ديال مرسى مالو كيتشدوا التليفونات الناس الدريات وحده دابا يجيو بحكم بين 12 وجوج دريه خارجه مسكينه تغدى ولا شي حاجه كيديو لها شي شويه شحال كيما لاحظتوا معايا مشاهدينا الاوفياء. كان هذا مباشر ديال هاد العمليه ديال السرقه، هاد جوج الاشخاص اللي كيقوموا بسرقة الدراجات النارية بمنطقة عين السبع وكذلك بمنطقة أنفاق، فالآن تم القبض عليهم يعني بعد الترصد لهم من طرف رجال الأمن، وكذلك حضور صاحب أحد الدراجات اللي تمت السرقة ديالها مؤخرا اللي كما تبعتوا معنا على المباشر يعني القبض على لصين. غادي نحاولوا نشوفوا التصريح ديال احد الشهود العيان اللي كانوا حاضرين. نخليكم معنا باش ناخذوا الاتصالات ديال بعض الشهود. خويا
صديق ديالي ولا انت ورا انت انت هو كلشي انت هو كلشي اجي عندي زين كي دايره خاصك تخلص من 3 خلاص معنا معنا احد الشهود عيان اللي كيشتغل في المنطقه اللي كان حاضر لهاد العمليه ديال القبض على فلسطين خويا حضرتي العمليه شنو العمليه خويا كانوا غيديروا واحد الموطور شافوا الحساسه ملي شافوا معاهم اليوم هما ركبوا على الموطور ديالهم مشاو شافوا الموطور رجعوا لهاد البلاصه دخلوا الموطور ديالهم كيما كيعاودوا ليا الناس دخلوا الموطور ديالهم بغاو يحيدوا الموطور الاخر يحيدوا الصوالح وقفوا عليهم الناس على السيكيريتي يعني دير راسهم بحال مطر ديالو دير الشي التوني اللي كيلبسوا ديال المرس عادي خدام باش يديروا التمويه وكذا المهم راه دائما كيديو المطر يعني هاد العمليه ديما كتتم في هاد المنطقه تقريبا كيمشي موطور في سيمان نقدروا نقولوا تهناو هاد المنطقه تهنات لهنا دابا الحمد لله الحمد لله كنتمناو كنتمناو اذا ما كانوش شي لصوص اخرين الامن الوطني لانهم حضروا في الحال وصعب الصبور غادي يبان شويه هو ضروري يا حبيبي راه الانسان ماشي راه بلا صابون لا والو كتقول الانسان غير على الوطن ولا هذا راه غتغير واحد غيشفر ما تخليش مهمر وحنا راه خلينا شي حاجه خصنا نديروها خصنا نديروها ما غنتسناش انا حتى نكون خدام ولا نقدر نكون انا ديت غيبان لي واحد غيشفر موطور ولا غيشفر شي واحد خاصني ندخل ضروري صح لان حنا كاملين خوت وكنبغيو الامن في البلاد يكون هذا هو هذا اللي كاين دابا قول لي غير دابا هاد الناس اللي تم القبض عليهم دابا الان واش كتشوفوا انهم يكونوا هما اللي كانوا كيضروا هاد الايام هادشي اللي كيضروا ما يكونوش واحد اخر يعني واش كاين غير هما ولا مثلا شوف السرقه راه كتكون ما تعرفش المهم راه مبينين تفار لان داكشي اللي لقاو عندهم ولا باش كيحلوا المطر قال لي شي مبلغ مالي مهم لقاوه في الجيب ديالهم عندهم سوالت باش كيحلوا المطر سوالت عندهم تيران شي حاجه سبيسيال كارت كريزات عندهم كارت كريزات زينين كارت كريزات كاينين يعني البطائق الرماديه ديال الدراجات الناريه دلائل بانهم هما الصفار كاين حجاج يعني ماشي طلبنا شكرا شكرا خويا شكرا شكرا اذا كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز اليوم مباشره يعني القبض على احد لصوص الدراجات الناريه اللي مختصين في سرقه الدراجات الناريه اللي كيف ما سمعتوا معنا حسب الناس اللي كيشتغلوا هنايا يعني في هذه المنطقة هنايا كيقول لك بأنه دائما يتم سرقة دراجات نارية من المنطقة واليوم تم الترصد لهاد الناس هادو وبالحوزة ديالهم مبلغ مالي مهم كذلك بطائق رمادية للدراجات النارية إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.